السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعلم تاقي أنا تقرص في عصبة الدار بيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية ملتقى الأبطال بعيشوق البطل مصطفى وسعدان، والإنجاز كبير داخل عصبة الدار بيضاء بالنسبة للمسابقة مدينة طاح ناحية مدينة العيون. شوفوا البطل ديالنا وسعدان كيفاش شاهد هذه المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة الأخ وسعدان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا المسابقة ديال العيون كان داز صعيبة شوية، الحمد لله تلقات الحمام، واخا داز صعيبة تلقات الحمام وديكلاراو الناس فيها الحمد لله. وتمكنتوا باش ديكلاراو من بين الأوائل داخل جمعية ملتقى الأبطال الأخ وسعدان. بغينا نتعرفوا على الحمام الأخ وسعدان إذا كان ممكن، وكما قالت شاو كيحضر معنا في عملية الكونترول الأخ الحرش محمد، ومعنا احد ابطال جمعيه منتدى ظرف السلطان، ونتعرفوا على الحاله ديال الحمام الاخ وسعدان. ياك توقيت في الاعلان ديالك الاخ مصطفى؟ التوقيت ديال 10:04. هذه الحمامه الاولى ولا جوج رمان وحده؟ جوج هذه وحده اخرى معها 10:04 دقائق. توقيت واحد، مبروك عليك. الحمد لله، روندا في مسابقه ديال مدينه طاح ناحيه العيون ماشي سهله الاخ وسعدان، واخا كان داس مسابقة جد كارثية بعض الأحيان، ولكن تمكنتوا باش تكونوا بين الأوائل داخل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا المراتب المتقدمة داخل عصبة الدار البيضاء. وبالنسبة للحمام الأخ وسعدان شربوا راه كبيرة. هذه عامين دابا 3 سنين يعني ضفيت ضربة العيون ضربة السابعة وديك الرابعة في الأسبيجو، وإن شاء الله تكون أسبيجو حتى في المنطلق اللي جايين دابا إن شاء الله. حققت شي إنجازات في هذا الموسم ياك؟ هذا شي إنجازات إن شاء الله. يا سلالة قوية الأخ وسعدان، وإذا كان ممكن تعطينا السلالة ديالها إذا كان ممكن. ماشي مشكل، السلالة فيها الألماني وفيها البور. البور ديالك هذا ياك. الحمد لله، مبروك عليك الأخ وسعدان. الإبن ديالك ما حضرش زكريا ياك؟ ما حضرش، لا حاضر مع الحمد لله. وتيحضر معنا أبطال عن جمعية منتظر السلطان الأخ محمد الحرش، لغاية تكلمنا أكثر كيفاش كتشاهدتي البطل ديالنا مصطفى وسعدان داخل جمعية ملتقى الأبطال وضمن مسابقة مدينة طاح الأخ الحرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ وسعدان البطل غني على التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه، وراه يكون مزيان في ليطاب، يكون كندو مزيان، الله يسخر ليه ومبروك، نقول ليه مبروك ليه وقبل السنوات القادمة. الحمد لله، مبروك عليك ثانية الأخ مصطفى. وشحال من حمام ديتي المسابقة الأخ مصطفى؟ ديت 17 ودخل لي 8. في اليوم الموالي شحال حمام تعلمتي عليها؟ علمت على 8 حمامات، 12:30 حبسات الديكلاراسيون. الحمد لله الحمد لله. ديتي شحال حمام قلتي ديتي؟ ديت 17 ودخلت 8. ديتي 8 وحده خرجت ديكلاراسيون هي 9. مبروك عليك. وتيحضر معنا بعض ابطال جمعيه منتدى ظرف السلطان، حتى هو اللي غيقدم لنا نفسه وغيتكلم لنا اكثر. الاخ مصطفى وسعدان، وكيفاش شاهدتي مصطفى وسعدان هذا الموسم هذا؟ مصطفى راه معروف ديما، ماشي غير هذا الموسم، كاع المواسم راه مصطفى حاضر. وكيسكون سيدي معروف، راه معروف وكيسكون سيدي معروف. معروف وكيسكون سيدي معروف، مبروك عليك الاخ مصطفى. وانت والابن ديالك زكريا مجهودات كبيره لهاد الابطال هادو داخل جمعيه ملتقى الابطال، وايضا داخل عصبه مدينه الدار البيضاء. البطل ديالنا مصطفى تيحرز بعض الالقاب في هذا الموسم، تحيه ليه مباشرة. وشوفوا الاخ الحرش كلمة غتطيب الاخ الحرش. وكنحيوا الناس ديال المكتب ديال العصبة اللي نجحوا لينا الطاقة، وكنقول لهم شكرا. الله يحفظك الاخ الحرش. كنشكروا المكتب ديال العصبة، يخدموا معنا بواحد المجهود كبير، ونتمنى ان شاء الله يكونوا افضل وافضل ان شاء الله. كنشكروا الاخ بالعيد اللي تعذب معنا وجرى هنا وهنا. الله يحفظك. الله يبارك الاخ الاخ بليد. الله يحفظك. اودا في الصباح كاين شي استعداد في هذه المسابقه ديال طاح اللي لعبتي كنتي استعدتي بما في الكفايه؟ اي مولوع تيجي غادي يستعد باش يلعب المنطلق اللي باش يحسن واحد الوقت جيد ان شاء الله. اي مولوع تيستعد اللي ما استعدتش راه ما غاديش يلعب مزيان. داكشي اللي كاين شي استعداد الموسم القادم؟ كاين شي ليرفاج زيتي؟ مازال يلاه الله يدينا ان شاء الله، مازال يلاه كملنا ان شاء الله، يلاه غادي نديرو الحمد لله. شي تحيه لبعض الابطال سواء في مدينه الدار البيضاء، خارج مدينه الدار البيضاء، خارج المملكه المغربيه. تحيه للمولع كامل خارج الدار البيضاء، خارج الدار البيضاء، ونتمنوا من اللي ما لعبش هذا العام مزيان ان شاء الله العام الجاي يكون لعب مزيان ان شاء الله. هادشي اللي غنقول لك اخويا. محمد الحرش. نوجه واحد التحيه خاصه للبطل الاجنبي اللي غاب على الميادين، وكنتمنى ليه عوده موفقه ان شاء الله.
تشكرك الاخ الحرش وتشكر جميع الاخوه اللي كيتواجدوا معنا هنا في البلاطو داخل البطل ديالنا مصطفى وسعدان والابن ديالو ابطال جمعيه ملتقى الابطال وابطال عصبه مدينه الدار البيضاء، وهذا كل ما يتعلق هذا البطل ديالنا مصطفى وسعدان بطل جمعيه ملتقى الابطال وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء ضمن مسابقه مدينه طاح ناحيه العيون. ومن هذا المنبر تشكر جميع الاخوه ديالنا اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب وجميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا من الوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه. الى هنا نسلمكم الله وفي امان الله قائم بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.